وحبيبكم مين؟ هاي معلمتنا المباريات اللي يلعب على فرصة كل منتظر إن شاء الله. فرصة موجودة بس الفريق مو بسهل. إذا أنت اعتمدت على هالنتيجة ما بتتأهل. أتمنى أن في الإياب إن شاء الله يكون أحسن للأستاذ هزاع والوقت أستاذ هزاع سار. فريقنا كان قوي وقدها ولعبتنا قدها إن شاء الله. بنفرح الشعب الاماراتي والخليج كامل بنفرحهم ان شاء الله بالبطوله. والله مش خساره، بالعكس انت اليوم 2-1 هذا يقول لي ابوه الشباب ان شاء الله الوعد في استاذ هزاع، ابى كل الاماراتي هنا والوعد في استاذ هزاع. الاداء اللي طلع فيه الفريق في ارض الخصم وبين جمهوره احنا نعتبره اداء مشرف. حبيبي الملايين يلا قولوا معايا يلا ردوا ورايا شيلوها